مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر أحبائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقتنا النهاردة بيدور حوالين أقوال عثرة الفهم. بداية الحلقة بحب أرحب بجناب الفاضل قس أمير شوي اللي بيساعدنا جدا أن يكون متواجد معنا ليجاوب الجواب الصحيح على كل أقوال غير مفهومة غير معروفة لدى أحبائنا المسلمين. برحب بيك حضرة القسيس. أهلا بيك وأنا سعيد أن أنا أكون معاكم في البرنامج اللي عنوانه يشد وجميل وبشكركم لأجل الدعوة الكريمة. أشكرك جدا ونتمنى يكون في مرات أكثر وأكثر. ربنا يخليك. ربي يخليك. أحبائي المشاهدين بداية الحلقة بحب أقول لكل أحبائنا المسلمين في كل مكان في بلادنا العربية في مصر في كل العالم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر وبصلي من كل قلب أن يكون وقت سلام وقت فرح وقت خاص جدا أن بنبعث كل تهانينا باسم القناة وباسم فريق العمل وباسم البرنامج. كمان خلال الأسبوع كان في أحداث مؤسفة جدا حصلت في بلادنا الحبيبة مصر ولا سيما الأحداث اللي حصلت في بني أحمد في المنيا أو في الأقصر أو في سوهاج أو الحادثة المؤسفة بتاع عين شمس بتاع الطفلة جيسي اللي قتلت باسم الدين أو يعني لا يمكن أبدا أن يكون ضمير الإنسان يرضى أبدا أن طفلة زي كده يطلق عليها النار وتقتل وبأي ذنب قتلت. متعودين ان في كل حلقه بنقدم او بنرفع صلاه واستاذن حضره القسيس ان نبدا وقت الحلقه بصلاه خاصه من رب. اتفضل حضرتك. الهنا العظيم من كل القلب نعظمك نبارك اسمك لانك اله عظيم انت سيد الارض كلها وملآن الارض من غناك. اشكرك لان كل ما تشاء تصنع في السماء وفي الارض وفي كل اللجج فانت القدير لك كل المجد. أشكرك لأجل إحسانك إلينا ولأن كل أمور حياتنا ممسوكة في يدك وأنت الذي تقول فيكون وأنت الذي تأمر فيصير. ها نحن نأتي إليك يا أبانا رافعين أيدينا بالحمد والشكر لجلالك لأجل فرصة تعطينا فيها أن نبحث في كلمتك لنعرف الحق. لذلك يا أبانا نصلي أن تنير عيون أذهاننا لنفهم ولتعطينا بصيرة لندرك يا سيد. ها نحن نأتي إليك نستودع هذه الفرصة بين يديك نصلي لأجل كل أحبائنا الذين يشاهدونا. ليتك ما تعطي نعمة للجميع ليتك ما تحسن إلى الكل لتظهر نورك للجميع. وها نحن نصلي لأجل شعوبنا العربية لكي ما تحسن إلى الكل. أذكر كل من يا رب يتألم في هذه الأيام نتيجة هذه الأحداث. نحن نصلي لأجل المسلمين والمسيحيين لتحسن إلى الجميع ولتعطي للجميع نعمة ورحمة. نصلي هذا واثقين أنك تسمع وتستجيب إذ نرفع صلاتنا في اسم ربنا يسوع المسيح أجبنا ولك كل المجد. آمين. آمين. أقوال عثرة الفهم. تكلم القرآن عن المسيح في مواقع وفي صور مختلفة وقد تقرر اسم المسيح سواء كان عيسى المسيح أو المسيح عيسى ابن مريم أو المسيح عيسى في أكثر من 32 مرة في القرآن. أكثر الصور اللي تناول قصة المسيح هي سورة آل عمران وسورة مريم وذكر خصيصا وفي المرة الوحيدة في القرآن اللي تذكر اسم امرأة على اسم صورة قرآنية هي سورة مريم. المسيح مولود العذراء في القرآن مولود من امرأة اختيرت واصطفت على كل نساء العالمين. المسيح تكلم في المهد صبيا. المسيح وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. المسيح هو كلمة الله وروح من الله. المسيح هو غلام ذكيا. المسيح يصنع المعجزات هو آية وأعجوبة هو وأمه لجميع بني إسرائيل وللعالمين. يصنع المعجزات يبرئ الأكمهة والأبرص ويشفي المرضى ويحيي الموتى
ويعلم ما تدخرون في بيوتكم. لكن توقف علماء وفقهاء المسلمين عند تعريف كثيرة ذكرها القرآن عن المسيح واختلف فيما بينهم. مفهوم كلمة ابن الله ماذا، ما هو المقصود به؟ مفهوم كلمة وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ما هو المقصود به؟ مفهوم كلمة غلاما زكيا، مفهوم كلمة أنه يعلم الغيب. لكن كان سابقا للإسلام بأكثر أو قرابة 600 سنة الإنجيل، تكلم عن الإنجيل عن المسيح أنه كلمة الله الذي هو من البدء، أي بدء كل شيء، أي قبل أن يبدأ كل شيء كان المسيح. فهو أزلي، هو الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد الله فيه. الله لم يره أحد قط، بل الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. مفاهيم كثيرة جدا وأفكار كثيرة عرضها الإنجيل وتكلم فيها الإنجيل عن المسيح، ومن خلالها أصبحت هناك أقوال صعبة وعسرة الفهم لا يستطيع المسلم أن يفهمها. وكان لزاما علينا من خلال دعوة الإنجيل أن نقدم بشارة المصالحة وبشارة الخلاص لجميع الناس، لأن الله يحب جميع العالم، هكذا أحب الله العالم. كان لزاما علينا أن نقدم بأسلوب مبسط، بأسلوب واضح، عن بعض المفاهيم اللي المسلمين مش قادرين يفهموها. لما بيقرأوا الإنجيل بيشوفوا مفاهيم صعبة، لما بيطبقوها مع القرآن بتختلف المفاهيم. في اللي رفض وفي اللي بيحاول أن يفسر آيات الإنجيل بحسب تتطابق مع الصورة المعلن عنها في القرآن عن المسيح. عشان كده احنا بنعرض فيديوهات وبنطرح كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن أحبائنا المسلمين عن المسيح. وأشكر رب جدا لأجل وجود جناب الفاضل القس أمير، هو يقدم الجواب الصحيح اللي بيتفق مع كلمة الله عن من هو المسيح. والسؤال الأول المطروح اللي بعد شوية هنشوف فيديو من خلاله، من هو المسيح؟ هل المسيح إنسان أم الله أم ابن الله؟ مع أن المسيح نفسه في شواهد كثيرة جدا تكلم عن نفسه أنه إنسان. خلينا نشوف الفيديو ونرجع مع حضرة القسيس ونشوف الجواب عن من هو المسيح. في يوحنا 8:40 يقول المسيح عليه الصلاة والسلام: تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان. الله أكبر. وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. فهو يقول عن نفسه أنه إنسان. نعم. لاحظ ما قال عن نفسه أنا ناسوت ولاهوت ولاهوت متجنس ومتأنس وناسوت متجسد، لا لا، كل هذا ما عنده خبر عنه، قال أنا إنسان. نأخذ دليل آخر. المسيح يقول في حسب يوحنا 13:13 يقول للتلاميذ: أنتم تدعونني معلما وسيدا. أنتم بتقولوا عني معلم، طيب، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، أنا فقط معلم وسيد. ونحن نؤمن به عليه الصلاة والسلام أنه كان معلما وسيدا من سادات خلق الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. مرة ثالثة في يوحنا 17:3 المسيح يخاطب الآب، يقول: أيها الآب، ثم يقول في السطر الذي بعده: الحياة الأبدية، يعني الجنة، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت يا الله. أيها الآب، الآب يعني أصل الخالق. أيها الآب، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وهذه باختصار ماذا تعني؟ لا إله إلا الله، المسيح رسول الله، المسيح رسول الله. أنا أقولها وأنت تقولها والمسيح يقولها. يقول أنا إنسان، أنا إنسان. طيب إذا أنا قلت بأنه إنسان هل سأدخل إلى النار؟ طيب أنا أردد ما قاله المسيح عليه الصلاة والسلام عن نفسه، هو يقول تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، وأنا أقول بأنه إنسان، هل تتوقع أن يعذبني في نار جهنم لأني قلت ما قالته عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أتوقع. أحبائي المشاهدين، بشجعكم أنكم تتصلوا تطرحوا كل أسئلكم في حدود أو في خلال أو من خلال موضوع المطروح النهاردة، موضوع الحلقة أقوال عسرة الفهم. حضرة القسيس، المسيح قال عن نفسه أنا إنسان. فسؤال الدكتور أو فضيلة الشيخ بيقول: كيف تقولون عنه أنه إله؟ المسيح إله أم إنسان؟ في الأول بحب كمان من خلالك ومعاك أهني إخواتنا المسلمين في كل العالم وأقول لهم كل سنة وهم طيبين، وصلاتي أن الله يملأ حياتهم بالخير وينور حياتهم بالحق. يعني يمكن في ناس كتير بيبقى صعب عليها انها تفهم طبيعة المسيح بتدقيق. هم بيحيرهم هو انسان ولا اله،
واحنا النهارده في اجابه مختصره جدا نقول الاثنين. امين. فبولس بيقول لتيموساوس ايه جميله جدا، نحن نتفق مع اخواتنا المسلمين فان لا اله الا الله، ومن يقول غير ذلك فهو مشرك، وان الله واحد. امين. ولا شريك له. يعني مش بنعبد لا ثلاث الهه ولا اطلاقا اي تعريف من اللي بيقولوه عليه اطلاقا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني انا بقول لاخويا المسلم ان النهارده بنعلم بكل وضوح ان عبادتنا لله، نحن بنوحد الله وبنقول لا اله الا الله. تمام. وبيبقى جميل اننا نفهم بعض من خلال بعض. أمين. بلاش انا احكم عليك من خلال فهمي للنصوص. يعني الفاضل الشيخ اللي انا استمعت اليه دلوقتي، انا سعيد جدا ومبسوط جدا بانه بيستخدم شواهد كتابيه وبيتكلم بصوره رائعه وراقيه، وانا احترمها جدا. لكن المشكله انه مرات بناخد ايه من نص ومش بنشوف ايه اللي جاي بعديها واللي قبليها. ولو فضيلة الشيخ كان ارى الاصحاحات اللي اراها دي من الاول للاخر، كان شاف وسط الشواهد اللي اراها دي فعلا المسيح انسان. بولس بيقول لتيموساوس ايه؟ لانه يوجد اله واحد. لا اله الا هو. يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. مين ده؟ الانسان يسوع المسيح. لو نصعبها اكتر. فاذا المسيح هو الله وهو الإنسان في ذات الوقت. فيسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. فيه ضرورة ممكن نبقى نتكلم عنها حتمت أن الله يظهر ذاته ويأخذ جسد ويأتي إلى البشرية. في أسباب لده ممكن نبقى نعرضها. إيه الأسباب اللي جعلت أن الله يظهر في جسد، أن الله يجي في هذا الجسد؟ وإذا أدركنا أن هناك ضرورة وحتمية تحتم ذلك، فالسؤال هل الله يقدر؟ يقدر. هل الله يقدر أن يتخذ جسدا ويظهر ذاته للناس في صورة إنسان؟ وإذا أراد الله وهو يقدر عندما سيأتي ويكون إنسان، هل سيكون إنسان حقيقي أم شبه إنسان؟ ودي نقطة مهمة جدا، مهمة جدا. لازم أفهم أنه يوجد إله واحد. إذا أراد هذا الإله الواحد اللي ما فيش غيره، اللي لا شريك له، أن يأتي في صورة إنسان، هل سيقدر؟ يقدر. وإذا جاء في صورة إنسان، هل سيكون إنسان حقيقي كامل أم شبه إنسان؟ لا، إنسان حقيقي كامل. وهذا ما نؤمن به، أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله جاء في صورة يسوع المسيح. ويسوع المسيح هذا هو الله الكامل، مش حتة منه، مش جزء منه، لأن اللاهوت لا يتجزأ. وهو في ذات الوقت إنسان كامل، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. وبالتالي لما نيجي نفهم يسوع المسيح في يوحنا 8 عدد 40، الشاهد اللي هو قاله في أصحاح 8، لأن في شواهد تانية هنتكلم فيها. أنا هشوف هنا هذا الشاهد بيقول إيه. المسيح كان في حوار في هذا الأصحاح يجيب فيه على أسئلة اليهود، وبيقول في عدد 40: ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. سؤال. هو إنسان؟ نعم. فالمسيح هنا لا يكذب، فهو إنسان. هذا الإنسان الكامل قد كلم اليهود بالحق. هذا لم يعمله إبراهيم. المسيح بيقول كده في نفس ذات الأصحاح. اليهود في نفس هذا الحوار، في عدد بقى، تعالى نقرأ كده من عدد 51، بيقول كده: الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. للعبد. من هذا الذي من حفظ كلامه لن يرى الموت إلى الأبد؟ فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطان، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. فهموا من كلامه أنه هو أعظم من إبراهيم وأعظم من الأنبياء، إذا هو مش إنسان عادي. وبيتكلم عن احتمالية أن الإنسان يقدر يعيش على طول، وأنا مش هقدر أشرح الأصحاح كله، لكن أنا جبت من الآخر بالزبط. فهموا اليهود وكانوا محقين في فهمهم أن المسيح هنا في إجابته لأسئلتهم بيقول ان هو اعظم من ابراهيم واعظم من كل الانبياء. بالظبط. وده ضايقهم جدا. فبيقول كده: ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات والانبياء ماتوا؟
من تجعل نفسك؟ انت مين بقى؟ انت قلت انت انسان، من تجعل نفسك؟ فبيقول كده: اجاب يسوع: ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي هو الذي يمجدني. عايز يقول ايه؟ لو انا هلا هقول عن مجدي يعني شهادتي مجروحه، شهادتي مجروحه، لكن ومع انه شهادته غير مجروحه بالظبط، لان شهادته حق بالظبط، لان هو، لكن هو بيقول هنا ابي هو الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم ولستم تعرفونه، اما انا فاعرفه، ان قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبا، لكني اعرفه واحفظ قوله. ابوكم ابراهيم، وهنا بقى يعني الجمال، هنا ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. صدمه لليهود. ابراهيم ده جه قبل الكلام ده بازيد من 2000 سنه. والرائع مش بيقول انا رايت ابراهيم، لكن بيقول ابراهيم راى، هو اللي راى تهلل بان يرى بان يرى يومي فراى وفرح. فقالوا له اليهود: ليس لك 50 سنه بعد، عمرك قد ايه؟ انت ما جبتش 50 سنه. وحقيقي كان في الوقت ده عمره يعني في اوائل الثلاثينات بالظبط. فبيقولوا له: افرايت ابراهيم؟ شوف هو بيقول ابراهيم اللي راني، هم بيقولوا انت شفت ابراهيم؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. هنا دي بقى خطير بقى جدا الكلام ده. اذا المسيح موجود قبل ابراهيم، وهنا المسيح يعلن عن ازليته. يعني كلمه انا كائن ده لسه دي جاي لها بقى، دي هنا بقى غايه الخطوره. اتفضل. وهنفهم بعد كده ايه اللي حصل. السيد المسيح هنا يعلن انه موجود قبل ان يكون ابراهيم في نفس ذات النص اللي بيستشهد فيه مولانا، نفس ذات الاصحاح، في نفس ذات القطع، في نفس ذات الحديث اللي بيتكلم فيه مع اليهود. ودي خلاصه الحديث. اذا هنا لو انا عايز الخص حديث المسيح مع اليهود في هذا الاصحاح، هم وصلوا بنتيجه من كلام المسيح ان المسيح يعلن عن نفسه هنا صراحه انه اعظم من ابراهيم واعظم من الانبياء بالظبط، وانه انسان طبيعي كامل، لكنه ليس انسان فقط، فهذا نصف الحق. وعشان كده هنا لما بيقولوا انا الازلي، الحاجه الثانيه استخدم المسيح هنا لفظ واسم لا يليق ولا يجوز على الاطلاق ان يطلق الا على الله، وهو الكائن أيهوى. فلما الله في العهد القديم ظهر للنبي موسى وسأل موسى عن اسمه، مين الناس. انت فقال له: أهيا الذي أهيا، أي أكون الذي أكون، أنا الكائن. فمعنى يهوى الكائن. ولما جم يترجموا من العهد القديم لليوناني في الترجمة السبعينية يهوى، ترجموها بنفس الكلمة اللي قالها المسيح هنا عن نفسه. إذن هنا المسيح يعلن صراحة أنه يهوى الذي يؤمن به اليهود. يهوى أي الله، أنا إنسان، نعم وأنا الله. عشان كده بقى شوف بقى إيه اللي حصل، فرفعوا حجارة ليرجموه. هنا اليهود أول ما سمعوه كده، لو انه قال انا مجرد انسان، لو كان مجرد تعبير عادي كان مش هيبقى الموقف يعني لا خلاص جدل ومناقشه، لا يستحق الرجم. لكن هنا رفعوا حجاره ليرجموه. اذا هنا اليهود ادركوا في نهايه هذا الحديث ان المسيح يعلن عن نفسه صراحه انه يهوى، انه الكائن، الكائن قبل ابراهيم، ده الموجود من الازل. اذا هو انسان، نعم انسان كامل، وهو في ذات الوقت الله الكامل. المشكلة حضرت الأسيس أن بعض أو معظم المسلمين بيفتكروا أو في داخلهم صورة ذهنية عن الله، أن الله في السماء بعيد، الله الصورة الذهنية بتقول الله جالس على العرش، العرش يحمله ملائكة. ففكرة أنه يظهر في المسيح أو يكون المسيح إله وإنسان، بتاخد أذهانهم وأفكارهم أن الله ترك مكان وظهر في مكان، عمليه التخلي عن او اشكرك بالظبط. اتفضل. اشكرك لاجل السؤال ده. طب لما كان المسيح على الارض، مين كان بيدير الكون في السماء؟ ده السؤال المطروح، وده لانهم مش فاهمين طبيعه الله غير محدود. الله كلي الوجود. وبالتالي لما نقول مين اللي كان على الارض في صوره المسيح،
الله. طب مين اللي كان في السماء؟ الله. الله لم يترك عرشه ولم يتخلى عن عرشه، لكنه أخلى نفسه. في فرق كبير جدا بين الإخلاء والتخلي. أيوة، يعني دي موضوع مهم جدا نسي توضحه أكتر، يعني لأن هو ده أنا بشوفه الحجر اللي مش قادرين يعدوه المسلمين في فكرة إزاي الله يترك العرش ويجي في المسيح، وإزاي يبقى بياكل ويشرب وينام ويعمل كل الأمور دي كلها، وفين مين كان بيدير الكون لأنه الناس عايزين يحدوا اللاهوت في قالب معين، في حيز معين. يعني شوف، أي تشبيه ممكن نقوله من الطبيعة من المادة لا يليق بالله، لأن الله روح. فالبعض بيحاول يوصل معاني علشان يبسط الفكرة للإنسان، فيستخدم تشبيهات مجازية أو بشرية أو مادية، ودي دايما كل تشبيه بيبقى ناقص. لكن لو حبيت يعني أقول إيه اللي ممكن يفهمه عقل الإنسان عن الله، ممكن أقول إنه الله ممكن أمثله هنا بما لا نهاية. أمين. ما لا نهاية ده رقم، مظبوط؟ بالظبط. ده يعني عدد حقيقي. لكن لما اجي اقول لك ما لا نهايه ده يبقى كام؟ ما اعرفش. ملوش حدود. بالظبط. مش كده؟ لما علمونا في المدارس انه ما لا نهايه لو اتقسم على اي رقم الناتج ما لا نهايه. بالظبط. لو اخذت من ما لا نهايه، ما لا نهايه يطلع الناتج ما لا نهايه. وهو ده الله. كان موجود في السماء يدير الكون كله. وعندما جاء من السماء لم يتخلى عن عرشه، لم يتخلى عن مكان، ما سابش مكان، مش زي واحد موجود في الاستوديو هنا راح اوضه ثانيه، لم يترك السماء. بالظبط. لكنه جاء الى عالمنا، عشان كده يتقال، هو يقول يتقال عنه انه خرج من عند الله، ما يتقالش ترك الله، لكنه بعد كده يقول ترك العالم. فرق كبير جدا. ده انت بتقدم يعني تعريفات قويه، وعشان كده لازم خرج وترك. تمام. خرج من عند الاب، انا لما ترك العالم. انا تركت الشيء، انا تخليت عنه، ما بقاش معايا. المسيح لم يترك لا لاهوته ولا عرشه ولا سلطانه ولا اي شيء، لكنه اخلى نفسه، اي اخفى مجده داخل هذا الاطار، الجسد. عشان لبس بدله الجسد. تمام. قبل ما اشرح ايه في غايه الخطوره جت في فيليبي، المسيح في حديثه مع نقدموس بيقول عباره قويه جدا، هو تجاهلها الشيخ. يوحنا 3:13. الكتاب بيقول ليس احد صعد الى السماء الا الله. بالظبط. المسيح هنا بيقول ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. اذن المسيح ابن الانسان، وهو يتحدث مع نقدموس معلم اليهود ورجل فقيه عند اليهود، بيقول له محدش صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في نفس الوقت، في نفس ذات اللحظة، وهو بيكلمه وجه لوجه. إذن المسيح وهو على الأرض يتحدث مع نقدموس، كان في ذات اللحظة هو في السماء يدير الكون. وعشان كده الآية الجميلة اللي جات في فيليبي 2 بيقول الذي إذ كان في صورة الله. مين ده؟ بتكلم عن المسيح، بيتكلم عن يسوع المسيح. والكل شوف، العبارات يمكن في العربي ما تكونش قوية وواضحة، لأنه كلمة صورة هنا اتكررت مرة تانية. الذي إذ كان في صورة الله، الكلمة في اليوناني صورة الله أي ذات جوهر الله، اللي هي أيقونة، ذات الجوهر الأصل. الذي إذ كان في صورة الله أي ذات جوهر الله، عشان كده يجي بعدها يوضح لم يحسب خلصة أن يكون معادلا نفسه لله. إذن ما سرقهاش المسيح، ما اختلس الحقيقة دي، دي حقيقته، هو معادل، دي طبيعته، معادلا نفسه لله. لكن الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا نفسه، لكنه مش تخلى، لكنه أخلى نفسه اخذا صورة عبد. اتكررت تاني، هو صورة الله في الاصل من الازل، صورة عبد بعد كده، لكنه اخذ في ملء الزمان صورة عبد، لم يكن زي ما قلت حضرتك من شوية يعني شبه انسان، لكن انسان. هقول حالا، اتفضل. فكلمة صورة اتكررت مرتين هنا، بس في اليوناني الكلمتين مختلفتين تماما. الكلمة الاولانية تعني ذات الله. الكلمة التانية اللي جيت منها كلمة في الانجليزي فريمة، اللي جت منها كلمة فريم، الإطار الخارجي. الإطار.
أخذ إطار خارجي اللي اسمه البدلة، اللي هو البدلة أو الجسد اللي لبسه. لما جه المسيح يدخل إلى العالم الروح القدس هيأ له جسدا، فجاء في جسد كامل آخذا صورة عبد. إذن جاء المسيح في صورة عبد، أخفى المسيح مجده. طب ليه المسيح يخفي مجده؟ في ضرورة أكيد تخليه يخفي مجده، لأنهم لو عرفوا رب المجد، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لو كان المسيح جه في مجده اللي يقدر الإنسان يشوفه، ما كانوش أبدا صلبوه. هو جاي علشان يموت، وبالتالي لأنه جاي علشان يموت كان لازم يخفي مجده. يخفي هذا المجد داخل هذا الجسد، لكنه لم يتخلى عن هذا المجد. ومن خلال كلامه ومن خلال تعليمه ومن خلال أعماله ومن خلال ما أظهره المسيح لينا في حياته في الجسد، عكس لينا وأظهر لينا هذا المجد على قدر ما. عشان كده في كل مرة نلاقي فيها المسيح بيتكلم عنه كإنسان أو قصة بتظهر الجانب الإنساني، في نفس الموقف هنلاقي، يعني مش هنقلب أصحاح، هنلاقي في نفس الموقف الله بيظهر لاهوته. فناسوته ولاهوته لم يفارق بعضهم البعض متناغما، وهنيجي آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وبالتالي هنا المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أخذ إطارا خارجيا، أخلى نفسه، أخفى مجده داخل هذا الإطار. فكل حد كان بيتعامل معه شوفوا إنسان. لما نقرأ هنا عنه في الأناجيل نشوفه مثلا بعد ما يمشي مشوار طويل ويروح للسامرة، جاع أخيرا، يتعب ويجلس على البئر هكذا. إيه ده؟ يبقى إنسان. والله يتعب، تعب إنسان، وجلس على البئر هكذا. لكن في نفس الوقت اللي فيه يجلس المسيح على البئر ويطلب من السامرية أنه يسقيني، في نفس الوقت ده اللي المسيح فيه يعلن ليها عن أسرارها اللي معرفها، هو العالم بكل شيء. في الوقت اللي فيه يروح عند قبر العازر ويبكي، الله يبكي، لكنه في نفس الوقت في نفس الحادثة ينادي الميت لعازر هلم خارجا. طب هو في إنسان يقدر يعمل كده؟ في الوقت اللي فيه يجي في مؤخرة السفينة من التعب وينام، الله ينام. إيه ده؟ المسيحيين فعلا كفرة. لكنه لما تهيج الرياح يروح، أما يهمك أننا نهلك، يقف المسيح وينتهر الريح ويصير هدوء. مين ده اللي بيؤمر الريح وبيطيعه؟ معايا؟ ومن هنا في كل موقف هنقرأ فيه في الكتاب المقدس نرى فيه الجانب الإنساني كامل الوضوح، سنجد في نفس الموقف الجانب الإلهي اللي واضح جدا واللي مش جزء من اللاهوت. وبالتالي المسيح كان في السماء الله وهو على الأرض الله في نفس الوقت. كون أن المسيح ابن الله مش لا يعني أن الله تجزأ وأصبح جزء موجود في السماء وجزء عايش على الأرض وجزء فيما بعد يسكن في المؤمنين اللي بيؤمنوا بالمسيح اللي هو الروح القدس. مظبوط. الله يملأ الكون كله، غير محدود، كلي الوجود، ولا يتجزأ، ولا يتجزأ. وبالتالي علشان كده يتقال فيه سر أن يحل كل ملء، كل ملء اللاهوت جسديا، أي حل في هذا الجسد كل ملء اللاهوت، مش جزء من اللاهوت ولا ربع. يبقى اللي كان موجود في جسد المسيح هو اللاهوت الكامل. طب واللي في السماء؟ اللاهوت الكامل، واللي بيدير الكون كله، كان ليه سلطان على الطبيعة وعلى الزمان وعلى المكان، ليه؟ لا، له، لأنه الله. لكن في نفس الوقت عندما جاء في صورة الإنسان كان لابد أن يكون إنسان كامل. لو ما تعبش يبقى مش إنسان. لو ما جعش، لو ما بكى، لو تعب وجاع وعطش بس يبقى إنسان. يبقى إنسان. وبالتالي هناك من يخطئ أن يأخذ نصف الحقيقة. أكبر هرطقتين، بدعتين، أكبر تعليمين خطأين ظهروا في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ المسيحية، واحدة فيهم أمنوا بناسوت المسيح واعتبروه إنسان فقط، والتانية أمنوا أنه إله فقط. والحقين دول لابد أن هما يكونوا يندمجوا مع بعض وتبقى حقيقة واحدة. المسيح إله كامل وإنسان كامل. أمين. ربنا يباركك. زي ما وعدناكم أنه في جواب صحيح من كلمة الرب وتعليم واضح جدا عن من هو المسيح، كما قال عباس العقاد رأينا الله في المسيح. فالمسيح هو إنسان كامل وهو إله كامل في ذات الوقت. سؤالي الثاني حضرة القسيس، مفهوم ابن الله
يعني هنشوف الشيخ برضو نفس الشيخ بيقدم صور مختلفة لابن الله، بيقول إن هي كان مفهوم شائع في العهد القديم، قيلت عن الشعب في العهد القديم، قيلت عن الملائكة. هذا المفهوم أيضا يقال على كل شخص بيؤمن بالمسيح. فإيه الفرق في المفاهيم دي وما معنى كلمة ابن الله؟ بس خلينا نشوف الفيديو نرجع مع حضرة القسيس. بشجعكم لو عندك أي سؤال في خصوص موضوع الحلقة اتصل بينا، اطرح سؤالك وبنعمة الرب هنجاوب على سؤالك. خلينا نشوف الفيديو الثاني. ما معنى كلمة ابن الله في الكتاب المقدس؟ في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول فقرة 12 يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، أي المؤمنون باسمه. فمعنى ذلك، معنى ابن الله هو عبد الله المطيع. الله وليس الله. معناها يفسر المعنى. أيوة، وليس معناها ما تزعمه الكنيسة هنا وهناك من أقوال ليس عليها أي دليل. طيب، قالوا أنه قال عن نفسه أنه ابن الله. ممتاز. إيش معنى ابن الله؟ وهل المسيح فقط هو الذي وصف في الكتاب بأنه ابن الله؟ دعني يا أخي الكريم أعدد لك من الكتاب المقدس أبناء لله كثر، وأنا أعجب لماذا الكنيسة لا تدعي ألوهيتهم. نأخذ مثال. أول شيء نبدأ بآدم. آدم في إنجيل لوقا في الإصحاح 3 يقول: آدم ابن الله، آدم ابن الله، وأنا أقول بالحرف الواحد. طيب لما لا يقولون بألوهية آدم؟ نص آخر أيضا في لوقا يقول: مثل الملائكة وهم أبناء الله. مثل الملائكة وهم أبناء الله. في سفر هوشع يقول: لستم شعبي بل أبناء الله الحي. كل المؤمنين من اليهود سماهم في الكتاب المقدس أبناء الله الحي. إذن هذا اللقب، لقب ابن الله، ليس خاصا بالمسيح عليه الصلاة والسلام. وصف به الملائكة، وصف به آدم، وصف به كل مؤمن. لذلك يقولون أبانا الذي في السماوات وهم أبناء الله. طيب إذن هذا المعنى ليس كافيا في الدلالة على لاهوت المسيح. خليني بس أقول لك حاجة. هناك نص في سفر العدد في الإصحاح 23، إذا المسيح ابن الله فهو في مواضع أخرى 84 موضع قيل عنه ابن الإنسان. طيب إذا حطينا مرة ابن الله ومع 84 مرة ابن الإنسان يطلع أيتهما أكثر؟ المسيح يقول أو سفر العدد يقول: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. فإذا المسيح ليس الله عز وجل وليس ابن الله تبارك وتعالى بالطبيعة. طيب أنا فرحان جدا بفضيلة الشيخ حقيقي. ليه؟ أولا لأنه لم يقع في الخطأ اللي بيقع فيه كثير من المسلمين بأنهم ينسبوا لينا أننا بنقول أن الله تزوج القديسة العذراء مريم وخلفونا المسيح. لا، هو بعد عن الجزئية دي. رائع. فأنا مبسوط أولا أنه وصل إلى هذا النور الجميل. نحن لا نؤمن بهذا المفهوم الوثني عن البنوة، أن الله تبارك اسمه كل يعني ذو الجلال والإكرام تزوج القديسة العذراء مريم وأنجبوا لنا المسيح. يعني معظم الآيات أو الآيات القليلة اللي ذكرت في القرآن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة، غير واردة وغير موجودة في الإنجيل ومفهوم وثني. لم يقول الكتاب المقدس إطلاق عن المسيح عن ولد الله إطلاقا. ولد غير اب. عايزين نفهم، نوضح بصورة واضحة جدا لإخواتنا. لا يلد. يعني تتفق مع المسلم لما يقول لم يلد ولم يولد؟ مظبوط. تتفق معاه. لكن لازم افهم. الله لم يلد ولم يولد. عندما جاء يسوع المسيح ولد وهو الله. انا عايز بس اجاوب على الجزئيه. طيب دي خلينا ندخل. طيب. وبعد كده ما ننساش الجزئيه دي عشان ما نسيبش المشاهد متحير. لم يقل الكتاب المقدس ولا المسيحيين عن يسوع المسيح انه ولد الله. بالظبط. لكنه ابن الله ولم يكن له صاحب. وبالتالي هنا فضيلة الشيخ أدرك تماما الحقيقة دي، فما جاش ليها، دخل في الكتاب على طول. عدد كبير من إخواتنا المسلمين سواء عن قصد أو عن غير قصد بيظنوا أننا بنؤمن أن الله تزوج القديسة العذراء مريم وأنجبوا لنا المسيح. وكانت هذه العقيدة
في الأصل وثنية، ثالوث طيبة المقدس، وأنه الآلهة ممكن يتزوجوا، وكان موجود بدع في شبه الجزيرة العربية في أيام محمد عن الـ عن الثالوث المريمي، ودي اللي يمكن بيقاوم بيها القرآن، ودي اللي بيقاوم من الإسلام، وإحنا بنقاومها مكان. نحن لا ندعي ولا نؤمن أن العذراء مريم صارت إلهة لأنها اتجوزت الله، استحالة مستحيل. لكن فضيلة الشيخ يعني رائع، أبدع في أنه يستخدم لقب ابن الله ويطلقه على آدم وعلى إسرائيل وعلى الملائكة وعلى المؤمنين، وهذا حقيقي مظبوط، نتفق معاه في الجزئية دي. آدم ابن الله له هيقول كده، ورائع أنه بيستخدم الكتاب المقدس. أنا فرحان بيه جدا، يعني من فضلكم لو بتتواصلوا معاه أشكره لي، لأنه على الأقل بكلامه ده بينقل إخواتنا المسلمين نقلة لقدام، أنه المسيحيين ما بيقولوش أنه المسيح نتيجة زواج الله بالقديسة العذراء مريم، لكنه بيقول دي. بيقول أنه المسيح هنا ابن الله، زي ما تقال على آدم أنه هو ابن الله، زي ما تقال على إسرائيل أنهم أبناء الله، زي ما تقال على الملائكة أنهم بنوا الله أبناء الله، وزي ما بيتقال على المؤمنين بالمسيح فيما بعد أنهم أبناء. لازم نفهم أن البنوة هنا نوعين، صحيح آدم وإسرائيل والملائكة أبناء الله بالخلق، فهنا أبناء الله بالخلق كل البشر، والملائكة أبناء الله بالخلق، فآدم ابن الله لأنه مخلوق من الله، الملائكة بنوا الله لأنهم مخلوقين من الله، تمام؟ ما اتفق معك. فمن هنا نفهم أنه ده المعنى الأولاني لابن الله. المعنى الثاني أن هناك بنوة روحية ناتجة عن الإيمان بالله، وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين. إذن كل من يؤمن كل بالنعمة بالإيمان نصير أبناء لله. هل المسيح بقى بنوته مشابه لده لنفس ده؟ لا، مختلف. إزاي؟ أولا أجيب الدليل وبعدين أشرح. اتفضل. في يوحنا 20 عدد 17 كنت لسه أقول لك الآية دي بتاع مريم المجدلية، يعني لا هنا وهنا الروعة بتاعت دقة الوحي وكلمة الله. المسيح بعد القيامة في مقابلته مع مريم المجدلية، بعد ما أعلن ليها عن نفسه، قال لها في عدد 17 الكلام ده، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هنا بقى يمسكوها، ده دليل أهو، هو قال عليه انه الهه، مش موضوعي مع مظبوط، بس مش موضوعي. لكن هنا لو انه بنوة المسيح من ذات نفس نوع بنوتنا احنا للمسيح، بنوة التلاميذ، كان يبقى في تكرار، كان يقول ابينا بالضبط، اذهبي وقولي لاخوتي اني اصعد الى ابينا والى الهنا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ لكن هنا المسيح بيفصل نفسه ويجعل بنوته للآب مختلفة عن بنوتنا نحن للآب، وعن بنوة الشعب. تعبير ابن ده تعبير كبير جدا وواسع جدا، لازم نفهمه كويس بالزبط. جدا لما أقول هنا عندنا في الصعيد في اللغة الدارجة، لما أشوف واحد بيشبه أبوه بالظبط أقول ده ابن أبوه بالظبط. صح؟ صح، تعبير واضح، يعني بيستخدموه البسطة للدلالة على المشابهة، للدلالة على المشابهة والمعادلة والمساواة. ده ابن أبوه، سواء كانت المشابهة في الصفات أو الأعمال أو الشكل، تمام. وبالتالي هنا تعبير ابن الله اللي هو بيدعي أننا بنقوله بقى مرة واحدة، لا، جاء تعبير ابن الإنسان، وده صحيح لأن احنا نؤمن أنه إنسان، وجاء كمان تعبير ابن الله ونحن نؤمن أنه الله، ويعني ومش مرة، لا ده مرات كتير جدا. لكن لما نيجي هنا للحقيقة دي، فالمسيح هنا بيقول هنا انه بنوتي لله معناها ان انا ذات جوهر الله، انا مساوي للآب، مشابهتي للآب، ادي معنى ابن البنوة الخاصة بالمسيح نفسه، ودي ينفرد بها المسيح لا سوى، فهو الابن الوحيد. لو انه بنوة المسيح زي بنوتنا ما يبقاش الوحيد بالظبط، يبقى كلنا يعني الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر الله لم يره احد قط، الابن الوحيد
لو إنه بنوة المسيح من نفس نوع بنوة آدم وبنوة إسرائيل وبنوة الملائكة وبنوة المؤمنين كان ما يتقالش عليه الابن الوحيد. أما دول كلهم إيه؟ وبالتالي هنا بنوة المسيح بنوة متفردة. المعنى الأول معناها المعادلة الكاملة. طيب قبل ما يدخل المعنى الثاني أستأذنك ناخد تليفون. طيب نرجع معنا تليفون من أبو مهند من الأردن. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. كلمة بسيطة أريد أن أوجهها من منبر قناة الكرمة. تفضل. سمعتها قائلة الجالة على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. رؤية في مشكلة. تفضل. في مشكلة في الصوت. عن كل بني البشر السائرين على الأرض ماضيا ومستقبلا هو إلى الآن الله الكامل كما أنه كان الكامل. كانت حياته على الأرض تعكس نفسه لهوده ونفسه الكاملين. هو الذي قال عن نفسه أنا أقتل الحياة ولكن نفسه دع حياته بالجوع. وقال أيضا أنا ماء الحياة وأنهى حياته عطشا. جاء المسيح كإنسان ولكنه أشبع الآلاف كافة الناس. كان حزينا ومكروبا ولكنه في الوقت. أشكرك جدا أخو مهند يعني فكرتك وصلت. ربنا يباركك. هل في أي سؤال حضرتك حابب تطرحه بخصوص موضوع الحلقة نقدر نفيد به أحبائنا المسلمين؟ أنا أوجه كلمتي إلى الإخوان الإخوان اللي بيقولوا أن المسيح يعني أي واحد يقول أنا ابن الله. أنا ببدأ أعطيهم فكرة من هو المسيح. أمين. وده اللي بنعمله من خلال الحلقة. وكان حضرة الأسيس بيقدم شواهد بتثبت أن مفهوم ابن الله الخاص بالمسيح يختلف تماما عن المفهوم الدارج في العهد القديم اللي اتقال عن شعب إسرائيل أو الملائكة أو عن المفهوم الحالي اللي بيتقال عن المؤمنين بالمسيح. فضل حضرة الأسيس نكمل. أشكرك جدا أخ أبو مهند من الأردن لأجل اتصالك. أرجع لحديثي أنه ابن الله هنا اللي انفرد بيها المسيح تعني المعادلة والمشابهة التامة. وبالتالي لا يشابه المسيح ولا يجوز أن نطلق هذا اللقب على أي شخص أيا من كان غير المسيح لأنه هو الله. المعنى الثاني أنه يعني المحبة الكاملة. ابني حبيبي. فيتقال كده عنه أنه ابن محبته. الرب يسوع في يوحنا 17 عدد 24 بيقول لأنك أحببتني أيها الآب قبل إنشاء العالم. وقال في يوحنا 3:35 الآب يحب الإب. فمعنى ابن الله أي موضوع محبة الآب من الأزل. فهو المحبوب من الآب. ابني الحبيب. المعنى الثالث التمثيل الكامل. لما أقول ابن الله أي من يمثل. الرب يسوع قال مثل في غاية الجمال والروعة عن مجموعة من الكرامين. واحد صاحب كرم فأرسل للكرامين رسل وعبيد لم يهابوهم ولم يسمعوا لهم. فقال أرسل في النهاية ابني الوحيد لعلهم يهابونه. وهنا كان بيتكلم هنا المسيح عن إرسالية الآب للإبن للشعب اليهودي. في الأول أرسل لهم الأنبياء لكنهم لم يقبلوا ولم يؤمنوا. فجاء المسيح بنفسه. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة مش بابنه. لا في العهد القديم تكلم الله بواسطة الأنبياء. الباء تدل على بواسطة. هم كانوا الوسيلة. أما في الأيام الأخيرة في العهد الجديد في هذه الأيام كلمنا الله مش بابنه لكن في ابنه. كان هو موضوع الرسالة. فجاء المسيح لكي يكون هو الإعلان الكامل عن الله. عشان كده قال المسيح لفيلبس في يوحنا 14 من رآني فقد رأى الآب. ليه؟ لأنه أنا من يمثل الآب في جميع صفاته وجميع
أعماله. وبالتالي هنا معنى ابن الله اللي بيتميز بها المسيح دون سواه أنه المعادل لله، المحبوب من الله من الأزل، أنه الممثل لله لما جاء في ملء الزمان. كان ينفرد بالمسيح دون عن سواه. وعشان كده بنوة المسيح للآب بنوة أزلية، لكن احنا بنوتنا مش من الأزل. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني آدم صار ابن لله في الخلق. بالظبط. لما اتخلق آدم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بالظبط. إسرائيل صاروا أبناء الله، أو الملائكة أو المؤمنين حتى اللي بيؤمنوا بيصيروا أولاد الله في ملء في زمان، في نقطة معينة. لكن المسيح هو ابن الله من الأزل أزلي. بمعنى أي معادل لله ومساوي له وواحد معه في الجوهر من الأزل. وده اللقب ده ما يتقالش، ما أقدرش أقول على أي إنسان ابن الله، لكن أقدر ابن لله. طيب استأذنك ناخد تليفون أختنا مريم، تفضلي. أهلا بحضرتك. مساء النور. أهلا بحضرتك يا أستاذ أندرو. أهلا بحضرتك. الرب يباركك، تفضلي أنت على الهوا، تفضلي. الرب يبارك في ابنكم، أشكرك من أجل قناة الكرمة ومن أجل حضرتك يا أشكرك. أستاذ أندرو. أشكرك، ربنا يباركك، تفضلي. هل عندك مشاركة أو في سؤال حابة تطرحيه؟ الحقيقة أنا عايزة أحكي اختبار مع الرب يسوع، إن أنا كنت مسلمة والرب يسوع خلصني وحررني. ربنا يباركك، اتفضلي يعني بإيجاز شديد عشان وقت الحلقة، يعني إزاي تم ده وإيه اللي حصل؟ إزاي أدركتي أن المسيح مات لأجلك وفداكي؟ الحقيقة وأنا مسيحية من خلفية إسلامية، أنا تربيت في أسرة مسلمة عادية جدا معتدلة، لكنها نوعا ما مفككة، يعني ما كانش في حالة الترابط وحالة التفاهم الموجودة في أي أسرة عادية. كان في بينقص حالة الحب اللي موجودة. فأنا من وأنا صغيرة كنت دايما ببحث عن المحبة، ودايما ببحث عن الدفء الأسري والترابط. فالحقيقة طبعا كأي أسرة إحنا عندنا مسؤوليات، ووالدي بيعمل والدتي كمان. فالحقيقة أنا كان ليا صديقة مسيحية، هي إنسانة رائعة جدا معتدلة، أنا لمست فيها كل الصفات الجميلة اللي أقدر أقولها، المحبة والأمانة والإخلاص. والحقيقة أنا كنت قريبة منها جدا، فكنت دايما بزورها في البيت، وكنت معجبة جدا بالصفات الجميلة اللي موجودة فيها، وكنت دايما بشوف صور القديسين عندها في البيت. فده كان بيجذبني جدا، وهي كانت بتحكي لي عن حياتهم، ازاي هم ضحوا عشان الرب يسوع بحياتهم، وانا كنت معجبه جدا. طب بدات اسال نفسي مين هو الرب يسوع اللي هم ماتوا من اجله ونادوا اكاديميه الشهاده على مجد اسمه. فبدات ان انا بعد كده اقرا عن القديسين دول، واعجبت جدا بسيرهم وقد ايه هم يعني متعلقين جدا بالمسيح. وبعد كده بدأت إن هي تديني أناجيل أقراها، وأنا لما الحقيقة كنت بقرأ الإنجيل كنت معجبة جدا ومبهورة بتعليم الرب يسوع، وقد إيه هو كلم عن المحبة وعن الأمانة وعن الإخلاص. فالحقيقة حبيت جدا الكلام ده، كان بيلمس قلبي قوي، ولكن كنت حاسة إن الكتاب دوت فيه نور وحياة، الكتاب المقدس. فالحقيقة كنت بدرس كثير، وكنت بحاول أن أفهم وأثقف نفسي وأغذي نفسي روحيا. فبدأت أن أروح الكنيسة، وحسيت هناك يعني الجو رائع من الدفء، حتى على الرغم من أنا ما كنتش فاهمة اللي بيحصل هناك. مثلا وقت القداس أنا كنت في البداية طبعا مش فاهمة حاجة، لكن كان في سلام نفسي موجود في قلبي، وإحساس بالطمأنينة يعني رائع جدا وكبير. كنت حاسة أن ربنا بيكلمني بلغة بسيطة أنا ما كنتش مدركة معاني دي، بس أدركتها بعد كده. ووظفت أن أنا أروح الكنيسة، وأن أنا أتعرف على كل ما هو جديد، لأن أنا بطبعي وشخصيتي بحب كل شيء غير مألوف وكل شيء جديد. فحبيت قوي ان انا اتطلع للمزيد عن المجال الجديد ده، اللي هو مجال المسيحيه. والحقيقه وفي نفس الوقت برضو كنت حاسه بتشتت، لان انا كاي بنت مسلمه كنت
على مبادئ الدين الإسلامي. وفي نفس الوقت أنا رايحة المجال جديد خالص، فأنا كنت حاسة من جوايا التشتت. طب هو أنا كده صح ولا غلط؟ طب هو أنا بعمله ده إيه؟ فبدأت إن أنا أتجه برضو للجانب الثاني اللي هو الإسلام، وكنت بتواصل مع شيوخ كتير، ومنهم كمان أحد قرايبي هو متشدد دينيا شوية، يعني اللي هما بيطلقوا عليهم السلفيين. فكنت بتواصل معاه وأسأله في حاجات أنا مش فاهماها، والحقيقة ما كنتش بلاقي منه إجابات يعني تشبع الأسئلة اللي جوايا. ف يعني هو كان كمان بيكلم شيوخ بقى أصدقائه وكده عشان يفهموني وعشان يتقابلوا معايا وعشان نقعد سوا، على يعني اعتقادا منهم ان هم كده بيهدوني الى طريق الرشد والى طريق الصحيح. لكن ازاي قدرتي يعني بعيدا عن يعني ان احنا ندخل في القصه بشكل تفاصيل، ازاي قدرت توصلي تقتنعي ان المسيح هو ابن الله وهو الله؟ الحقيقه انا كنت بتواصل مع راهب. الراهب دوت انسان رائع جدا، كنت بساله عن كل حاجه. يعني انا كنت لما باخد الاناجيل من صاحبتي كان طبعا في حاجات كتير قوي فوق مستوى عقلي انا مش قادره افهمها، يعني ايه المسيح هو الله؟ وطبعا انا اتربيت على ان المسيح هو نبي. فكان هو بيفهمني بشكل بسيط ويعني ايه الثالوث ويعني ايه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وانا الحقيقه كمان لما قريت الكتاب المقدس يعني لقيت ان الرب يسوع عظيم في ولادته وفي قيامته وفي تعاليمه. امين. امين اخت مريم، معلش عشان وقت الحلقه، انا مشكورك جدا، واكيد هيبقى لنا يعني لقاء خاص نقدر نسمع بشكل واضح عن عمل ربنا في حياتك وازاي قدرت توصلي وتؤمني ان المسيح مات وخلصك من خطاياك. اشكرك جدا لاجل اتصالك. احبائي المشاهدين، فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نكمل الفرق ما بين الولد والابن. فاصل وتابعونا بعد الفاصل. مشرك كافر، كلام بنسمعه كتير من كل مكان حوالينا، بسهولة بتقدر تقولها، لكن لما بتقولها شايف نفسك بترضي مين؟ شايف نفسك بترضى الله ولا بترضي ناس قالوها لك؟ هو في إله بيكفر خلقه ولا ينفع نردد من غير تفكير؟ أخويا وأختي يا أحمد ومحمد وحسين، يا فاطمة وخديجة وإيمان، ليه بتقول عليا كافر؟ علشان كنت زيك مسلم ودلوقتي بقيت عابر؟ أنا مش كافر. أنا مش كافر لأن عارف إيماني بمين. أنا مش كافر لأن عارف أنا رايح فين. لأن تايه ولا ضال ولا طالع عن العهد والدين. لأن ناكر ولا جاحد ولا خاين للأهل والأوطان. أخويا صدقني أنا بحبك. عارف ليه أنا بحبك؟ لأن عرفت إله محبة، إله فداني ومات علشان، لا بيقول لي اغزي ولا كفر ولا جاهد. إله مش عدو للناس، إله بيحب كل الناس، بيحبك وبيحبني. بس أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، أنا كافر، أنا كافر بكل اللي بيكفرني وأنا عابد لإله عظيم. أنا كافر بميزانك اللي خلاك في عزة وادالك الحق تقول عليا صاغر وذليل. أنا كافر بكل أفكارك اللي بتكفرني بدون حق ودليل. أخويا وأختي تعالى اسمعني، بدون ما تقول عليا كافر ساعتها تعرف حقيقتي. مرة تانية برحب بكم أحبائي المشاهدين، أكيد لما تسمعنا هتعرف الحقيقة ومش هتقول علينا كافر. حضرة القسيس كنا واقفين عند أن مفهوم أن المسيح ابن الله مختلف تماما عن كل ما ورد في العهد القديم وعن ما يطلق على المؤمنين بالمسيح. طيب ندخل لجزء تاني، حضرتك قلت أن في فرق ما بين الولد والابن. تمام، تفضل. الولادة حالة جسدية،
البنوة حالة روحية. فنحن لا نؤمن أن بنوة المسيح لله ولادة جسدية، لكنها بنوة روحية. شوف في آية جميلة جدا جات في سفر إشعياء بيقول كده عن المسيح، ودي نبوة قبل المسيح بمئات السنين، بيقول لأنه يولد لنا ولد، إذن ده إنسان، دي حالة جسدية، ونعطى ابنا، وده اللاهوت. فهو إنسان اتولد، ولد في ملء الزمان، لكنه من الأزل هو ابن الله، ودي الحالة الروحية. قلنا أنه بنوة المسيح لله مختلفة تماما عن بنوة البشر والخلائق لله. وبالتالي يعني لازم نفرق كويس جدا ما بين بنوة المسيح الأزلية اللي معادلة لي، اللي مشابهة لي، اللي لما جاء المسيح كان يمثل الله على الأرض، اللي في بنوته لله إعلان محبته. وبالتالي المسيح هو ابن الله المتفرد اللي ما فيش حد تاني يشاركه في هذا اللقب، وجاء عنه مش زي ما سمعنا مرة فجات أزيد من 83 مرة ابن الإنسان، فمرة يقول فيها ابن الله، الله. يعني لا، الحقيقة أنه جه عن المسيح أنه ابن الله أكتر من 50 مرة في الكتاب المقدس. وبالتالي هنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا طبيعة بنوة المسيح الأزلية ومختلفة تماما عن بنوة البشر أو بنوة المؤمنين أو بنوة الملائكة أو بنوة إسرائيل. أمين، ربنا يبارك. أنا أخذ تليفون تاني معنا، أختنا سارة تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أوكي، أنا الحقيقة بس عندي تعليق إن في العهد القديم ما فيش حد حدا باسم ابن الله، يعني إبراهيم ما كانش يسمى ابن الله، ولا موسى، ولا أحد من الأنبياء. لكن ظهرت كلمة النبوة أكتر في العهد الجديد مع المسيح، وحتى هو ابتدى يدعينا ان احنا أولاد الله. فيعني عشان كده دي بتؤكد على بنوة المسيح طبعا different than بنوة البشر، وهي actually هو اللي تبنى عملية يقول لنا ان احنا أولاد الله أكتر من ما ظهر في العهد القديم. بس تعليق. اشكرك جدا. هل عندك اي سؤال في خصوص الحلقه؟ لا ميرسي خالص، انا انجويت فيري ماتش يعني، وثانك يو. ربي يباركك. اتفضل. في لا، جه في العهد القديم علشان نبقى اكثر تدقيق. جه في العهد القديم عن انه هناك ابناء لله. فقيل عن الملائكه انهم ابناء الله، بنو الله، بنو الله. وقيل عن اليهود والمؤمنين انهم بنو الله، ودي الايه اللي قالها الشيخ في اشعياء 1:10. تمام. لكن كمان اتقال عن المسيح انه ابن الله، ابن الله في العهد القديم، في العهد القديم في سفر الامثال، في كلام اجور ابن متقيه مسة بيتكلم عن الله وبيقول ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت، ان عرفت. كان بيتكلم هنا عن المسيح. اذا من هو ابن الله واضح جدا هنا، وقال عنه داود وهو يتكلم عن ابنه اللي جاي يقول عليه انه ربه، فيقول قال الرب لربي اجلس عن يمين. والمسيح هنا في حواره وفي مناقشته مع اليهود سألهم مين ده اللي داود بيقول على ابنه انه ربه، هو ابنه ولا رب داود؟ كيف يكون ابنه ورب الاثنين؟ وهو ده موضوع حلقتنا. فهو ابن داود وفي ذات الوقت اصل داود، يعني اصل هو وزرية داود. مظبوط. وعشان كده المسيح هو ابن الله من الازل، وهناك في العهد القديم آيات وشواهد كتير جدا بتكلم على إنه ابن الله من الأزل. ومش بس كده، إنه اللي هيجي المسيح اللي هيجي ده وهذه الحقيقة كان بيدركها البعض من اليهود وعدد كبير. يعني لما نيجي نسأل نفسنا، هو اليهود ليه فكروا يصلبوا المسيح؟ اتقال أكتر من مرة أنه كان معادلا نفسه نفس لله. لما رئيس الكهنه ساله هل انت ابن يعني مبارك؟ هم فهموا من كلامه وحواراته ان هو بيعادل نفسه لله طبعا، ودي حقيقه يعني، وعشان كده خدوه وصلبوه. مزق رئيس الكهنه جبته مع انه ده كان ممنوع، ده بحسب كرئيس هيكل شريعة ممنوع. اللي مزق جبته ده سقط، ومن اللحظه دي انتهى كهنوت لاوي الى الابد بتمزيق رئيس الجبة. الكهنه جبته هنا خرجوا من الكهنوت وبدأ كهنوت جديد بعهد جديد. لكن اتقال عن المسيح في ملاخي يهوى وهو يتكلم يقول ان هو اللي جاي وانه هو بنفسه اللي جاي. وبالتالي هناك شواهد ونبوات كتير في العهد القديم بتقول على انه يهوى نفسه الله. وعلى فكرة دي نفس الوصية اللي جت لا تنطق باسم الرب إلهك يهوى،
ولما نيجي نشوف في الخلفية اليهودية، اليهود خوفهم من انهم يكسروا الوصية دي بقوا حريصين جدا انهم ما ينطقوش اسم يهوى حتى كتابتها. لما يكتب، لما يجي واحد يهودي يقرا العهد القديم، كان شيء جميل. استاذي في كليه اللاهوت كان بيدرسني العبري بتاع العهد القديم، فكنت الاحظ انه لما يجي يقرا من العهد القديم يبقى مكتوب يهوى لكنه ينطق ادوناي. فسالته بتبتعد ليه على اسم يهوى؟ وكان مش مصري، فقلت له انت ليه يعني ده يهوى الاسم اللي مكتوب يهوى؟ فقال لانه بيشتغل معاه في قسم دراسات العهد القديم، لانه ده بنتفق فيه نفس العهد القديم اللي بين ايدينا هو نفسه ما يؤمن به اليهود لغايه النهارده. فلانهم بينزعوا جدا من انه حد ينطق اسم يهوى يعني كده فارغ على بطال، فتعود زيهم مراعاة لمشاعرهم انه لما يبقى مكتوب اسم يهوى ينطق ادوناي. لما يجي بقى المسيح ويقول على نفسه ان انا يهوى، واليهود نفسهم الدارسين للعهد القديم الدارسين للتوراة وللأنبياء يدركوا أن من سيأتي المسيا الذي سيأتي هو ابن الله، عشان كده قال له أنت ابن المبارك. هل أنت ابن الله؟ المسيح لما أجاب على هذا السؤال مزق رئيس ما حاجتنا بعد خلاص انتهت قضي الأمر. وهنا قدام واحد ملم تماما بكل العهد القديم، ده رئيس كهنة يعني مش بيكلم واحد في الشارع عادي أو بتاع. مظبوط. وعشان كده لا جاء في العهد القديم عن نوعين من البنوة دي، سواء بنوة الملائكة أو البشر إسرائيل، لكن كمان جاء عن بنوة الابن المسيح الذي سيأتي. أمين، ربنا يباركك. هناخد سؤال تاني لكن معنا اتصال. معنا أخت تانية من مصر اسمها الأخت مريم، تفضلي يا أخت مريم. ألو أخت مريم. أيوة أنا كمان حضرتك. تفضلي. تفضلي سامعك، تفضلي. ربي يباركك أخ أندرو، شكرا لكسر الفرصة إن أنا أعمل مداخلة. ربي يباركك. بخصوص الحلقة أو الموضوع تحديدا إثبات مرجعية المسيح. ربي يبارك القسيس أمير شوقي، ذكر في البداية إن تكلم كويس عن فكرة الإلهية، وخاصة فيما يخص فرح إبراهيم بمعرفته الرب. النقطة ديت أنا تجسد هي رؤية شخصية أو تأمل شخص هوضحه من خلال سؤال أو اتفضلي يا أخت مريم. هل حضرتك حضرتك عابرة ولا مسيحية الأصل أخت مريم؟ أنا عابرة. ولأني عابرة يمكن يكون عندي من خلال الخلفية الإسلامية عندي مانع يؤكد دايما الرد على الأسئلة اللي دايما بتحير المسلمين. إزاي المسيح يتجسد؟ إزاي يكون في إزاي الإله يتجسد؟ فأنا ليا فكرة. اتفضلي. تكون عنوانها إن لولا التجسد لدخل كل خطاء الفردوس. إزاي؟ دلوقتي محدش بيقدر يتخيل ابدا للمره الثانيه زي ما نقول مثلا كلاكيت ثاني مره، ان طبعا الشيطان كلنا عارفين متقدم اليه في يوم من الايام وقال له ان هو خرج من محضر الله وتحداه وقال ان هو هيهزم العباد، وطبعا ده احنا كلنا عارفينه كويس. فاذا عملنا اسقطنا دوت على ابناء الشيطان اللي هم الخطاه، لا مش عايزين نسميهم ابناء الشيطان يا اخت مريم، يعني نسميهم خطاة. مش الخطاة انا بتكلم، هي لا تقصد عشان بس المستمع انا بتكلم عن الخطاة. الخطاة حتى لو كان من المسيح الدين. اتفضلي. تمام. انا اقصد اقول ان الخاطي دوت لو وقف قدام الرب يوم الدينة ممكن بكل صرف وغرور يقول الرب استخلي بادي الفردوس، فهتكون اجابه الرب طب ليه انت خاطئ، انت عملت اخطاء كثيره جدا جدا وما قدرتش على شهواتك واحتياجاتك. هيرد يقول لان انت خلقت في الضعف والشهوات ديت وما حسيتش بيا، انت اله متعال قعدت على العرش وخلقت انسان ضعيف انا ما قدرتش على شهواتي. يقول له طب غيرك قدر. هيقول له لا بس انت ما قدرتش تعرف مدى احتياجاتي وشهواتي انا قدرتش عليها، فمن فضلك
تدخل خاطي مع الأبرار. دي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الثانية وهي عن إبراهيم. حيرة إبراهيم والبحث عن الذات الإلهية في القرآن، ولكن طبعا كالعادة هي مبهمة بالنسبة للمسلمين، وطبعا بيفسروها دايما التفسير اللي بيخلي الله متعالي غير متجسد. عندنا في سورة الأنعام الآية 75 للآية 78 في بحث دقيق جدا لإبراهيم عن التجسد مش عن الرب. هم بيقولوا لو كان بيبحث عن إله اللي هي موجودة، بيقول في سورة الأنعام 75 كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. إذا من يرى ملكوت السماوات والأرض يكون من الموقنين. أنا عندي النقطة ديت ندخل بقى على الآية 76 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا بعد ربي فلما أفل قال لا أحب الآكلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي. يبقى هنا هو مش بيدور على الرب. أنت بتقصدي إن هو كان بيدور على إله ملموس واضح قدامه يعبده. بالضبط. وكلنا من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أتيت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى هو عارف إنه بيدور على حاجة تدله على ربنا، يعني ربنا موجود، لكن لو دله على ربنا شيء محسوب من أنت يبقى كده هو مشرك. يبقى إذا هو قدر يوصل إله لازم هو اللي يتجسد علشان يبقى قدوسي. فكرتك وانا بقول السؤال اللي كنت حابه يعني فكرتك وصلت جدا. كنت بتقولي عندك سؤال يا اخت مريم حابه تساليه او تطرحيه. انا عايزه اطرحه لاخواتي اللي لسه في الضلمه. واللي هم بيتبعوا القدوه والمثال الحسن بيدوروا عليه دايما في حياتهم. دي برضو يعني برضو بتدور في نطاق التجسد. إذا أنا لم تكن قدوتي الله، لم تكن قدوتي إنسان، هم بيقولوا إن لنا في رسولنا القدوة الحسنة. الرسول عندهم في حديث صحيح بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي 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 فالنساء أجمعين. وده أخرجه البخاري ومسلم. ده يتناقض مع الآية 79 في سورة آل عمران ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ماشي محمديين ولا مسلمين ربانيين. لا معنى أن يكون الإنسان رباني إلا إذا كان الرب أشكرك. بداخله وهو بداخله. ربنا يباركك يا أخت مريم. فكرتك وصلت. هي بتقصد أنه إبراهيم في بحثه الآية اللي حضرتك ذكرتها إبراهيم رأى يومي هذا وتهلل. فهي بتقصد أنه كان بيبحث عن إله ظاهر معلوم معروف لديه مش إله محتجب في السماء. وبتقول أنه تجسد الله أعطانا أن يكون الله بالنسبة لنا يستحق أن يكون قدوة، لا يكون أي إنسان بشر عادي يستحق أن يكون قدوة. أنا أطرأ في سؤال الثالث بتاع الحلقة قبل ما ناخد اتصال ثالث. في يوحنا 14:28 المسيح بيقول أبي أعظم مني، لكن في تعريف المفهوم اللاهوتيات الأقنوم كل أقنوم مساوي للآخر، فكيف يكون هنا أب أعظم وابن أظهر أو أقل من الآب وتعريف الأقنوم بينص على غير كده؟ والسؤال بيقول أنه العظمة ظهرت في نواحي مختلفة. الناحية الأولى القدرة. المسيح قال في يوحنا 5:19 قال كده لا يقدر الابن أن يفعل من نفسه شيئا. فهنا بيبان أنه في فرق بين الابن والأب. كمان ظهرت في موقف آخر في يوحنا 4:38 لما المسيح بيقول ليس أن أعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فأنا بيكلم أنه مشيئة الذي أرسله هي أعظم وتستحق أن هو يكون بيعملها. في العلم المسيح بيقول أو يسوع المسيح بيقول في مرقس 13:2 أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد لا إنسان ولا ملائكة ولا الإبن، هنا بيتكلم عن نفسه، إلا الآب. الصورة الرابعة في رسالة قرنثوس الأولى صح 15 بيتكلم عن الإبن نفسه سوف يخضع للأب. طيب الأقنوم مساوي لبعضهم البعض
أم هناك في تفاوت في التساوي؟ والشق الثاني من السؤال هناخده في الآخر بعد ما نسمع فيديو، لكن نجاوب على الجزء الأول من السؤال. تقدر توضح لنا إزاي مفهوم من المسيح لما يقول أبي أعظم مني؟ يعني أنا بشكرك إن السؤال ده جه بعد تعليق الأخت اللي اتكلمت، مريم الأخيرة. اتفضل. واضح إنه محتاجين نفهم طبيعة التجسد بالزبط. والغرض من التجسد. لو فهمنا حقيقة التجسد وتعريف كلمة التجسد عشان يعني دي مصطلحات جديدة على المستمع، لو فهمناها هنفهم كويس جدا يعني أمور كتير جدا مختلطة علينا. لكن خلينا النهاردة نقول باختصار شديد أنه لما الضرورة حتمت أن الله يأتي ويأخذ صورة جسد، وهل إحنا اتفقنا أنه لو الله أراد يقدر يقدر، وإن كان الله تكلم مع موسى من خلال شجرة من خلال عليقة، ألا يقدر الله أن يتكلم إلى البشر من خلال جسد؟ يقدر، لا يوجد ما يمنع. إذن المبدأ موجود. والله فعله في العهد القديم، ولا نجد أي يعني ملامة على الله حاشا لله أنه يتكلم من خلال شجرة. فإن كان الله تكلم من خلال شجرة، ألا يتكلم من خلال جسد؟ إنسان. إن قلنا بقى أن الله عندما تجسد وأخذ صورة جسد وأخذ صورة إنسان وصار في الهيئة كإنسان إنسان. وشابهنا في كل شيء، هل سيكون إنسان كامل حقيقي ولا كده وكده؟ لا، اتفقنا يكون إنسان كامل حقيقي، وبالتالي كامل. وبالتالي لازم يكون خاضع لكل القوانين الإنسانية لأنه إنسان، وإلا يبقى مش إنسان. المسيح في يوحنا 14 الآية اللي حضرتك بتسأل عنها أنه أبي أعظم مني، دي آية جت في أصحاح في غاية الخطورة والجمال. وكان المسيح هنا بيعلن ليهم في الأصحاح اللي قبليه أنه رايح للصليب وأنه هيموت قبل ما يروح للصليب. إذن المسيح من قبل الصليب بيعلن للتلاميذ أنه هيموت، بيهيئهم لموضوع الفداء والصليب. وفي حقيقة التجسد أنه هناك غرض من التجسد، لم يكن الصليب هو الغرض الوحيد من التجسد. يعني حتمية التجسد، عشان كده احنا بنتكلم بإيضاح بالضبط. المسيح جاء أولا ليحقق الغرض اللي من أجله الإنسان خلق وفشل فيه. جاء يحقق الغرض، الله خلق الإنسان ليمثل الإنسان الله على الأرض ويعكس مجده. فشل الإنسان وصحبه. بالتعبير الدارج ليكون خليفة الله على الأرض، فشل الإنسان. فجاء ابن الإنسان عشان يحقق هذا، جاء في صورة جسد، مولود من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس، لكن كمان ليعكس صورة الله ويعكس مجده. عشان كده الوحيد اللي قال على الأرض للآب أنا مجدتك على الأرض هو المسيح. وده كان الغرض الأول من التجسد، أن يأتي المسيح ليمجد الله، ليعلن عن الله. الله أعلن عن نفسه للخليقة كلها وعن قدرته السرمدية في الخلق. فأمور الله غير المنظورة مدركة من خلال خلقته. يعني لما نبص ونتأمل في الطبيعة والخليقة، أي شخص ينكر وجود الله ده شخص غير يعني غير عقل جاهل. وبالتالي من يحكم عقله ويدرس في الخليقة لابد أنه يدرك أنه هناك واحد ديزاينر، واحد صمم وخلق هذا الكون. تمام. ده الإعلان الأول. لكن الله هذا الإعلان الأول يعلن لنا عن قدرته، لكن مين هو بالضبط؟ فالله نمرة اثنين أعلن عن نفسه من خلال الشريعة، إدانا واحد، إدانا كلامه. هو أعلن لنا عن نفسه من خلال الكلمة بواسطة الأنبياء، وده اللي حضرتك ذكرته أن الله تكلم بالأنبياء أو من خلال الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة. لكن هل هذا كافي؟ وبالتالي كان الكمال كله بقى أن يتجسد الله ويجينا المسيح، كمال الإعلان عن الله ويعكس لينا صفات الله. فيلبس في الأصحاح ده أصحاح 14 قال له أرنا الآب وكفى. شوف يعني زي ما بقول لحضرتك الكلام اللي بديته، في كل جزء هتلاقي نفسك كده بتقلق، الله ده المسيح إنسان فقط، هتلاقي في نفس الجزء ده وكأن الله يعني قاصد إنه علشان يعني الناس البسطة ما يتعبوش. في نفس الجزء هتلاقي الجانب الآخر وهو لاهوت المسيح. فدي نص الحقيقة ودي نص، فيتلاقي الحقيقة كاملة مكتملة مع بعض. فالمسيح في هذا الأصحاح بيقول بعد ما قال لهم أنا هروح للصليب وهموت
وابتدى يقول مين هينكره ومين اضطرب التلاميذ وانزعجوا. فقال لهم في بداية الأصحاح: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. وابتدى يعني يتكلم معاهم أنه هيروح للصليب، وهناك في الصليب سيعد المكان، أو بالأحرى هيعدنا للمكان، وبعدين هيروح للآب، هيصعد إلى السماء، وهيجي مرة تاني علشان ياخدنا. هتسيبنا وتروح على فين؟ ففيلبس قال له هنا: أرنا الآب وكفانا. شوف موسى في العهد القديم قال لربنا: أرني مجدك. قال له ما ينفعش تشوف، ما ينفعش الإنسان الذي رأياني لا يعيش. لكن الله حقق له الطلبة دي بأنه أوجد له نقرة في الصخرة، حفرة كده خده في الصخرة. وبولس يجي يقول لنا أن الصخرة دي كانت مين؟ المسيح. فدي كانت إشارة ورمز للمسيح في العهد القديم، والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح. عايز تشوف مجدي؟ مش تقدرش تشوف مجدي غير في المسيح. عشان كده يجي يوحنا يقول بقى: ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. في هذا الجزء فيلبس بقى بيقول له: أهلنا الآب وكفانا. تبقى أنت بقيت أعظم من موسى وأعظم من كل دول. فالمسيح رد عليه بإعلان خطير: من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب في. يا فيلبس أنا معكم زمان هذا مدته ولم تعرفني، من رآني فقد رأى الآب. سؤال: الله بس انت انسان، بس احنا شايفينك بتتعب، بس احنا شايفينك بتخفي هذا المجد. صحيح كلامك تعليمك معجزاتك اعمالك كل شيء بيعكس مجد الله، بس احنا مش شايفين ده بوضوح. ليه؟ لان المسيح تجسد فاخفى هذا المجد، وبالتالي وهو في حالة التجسد، وهو في حالة الاتضاع دي، اللي هو انسان نفسه كالانسان في هذه الحالة المجد غير معلن بالكامل. وبالتالي المسيح هنا بيقول لهم: أنا همضي للآب. زعلوا جدا، قال لهم: لا، لو أنتوا بتحبوني تفرحوا أن أنا قلت أن أنا هروح للآب. ليه؟ لأن لما هرجع للآب لم يعد هناك ضرورة لإخفاء المجد، بل سيعلن هذا المجد بالزبط. وأنا هعلن ساعتها، هعلن ليكم ذاتي، هوري لكم مجدي. وده اللي حصل بعد القيامة. المسيح لم يعلن مجده وقيامته للجميع، لكنه أعلنه للي بيحبوه بس، للمؤمنين فقط. وبالتالي هنا الرب هنا في هذا الجزء بيقول لهم: أنتوا تفرحوا لأنه دلوقتي وأنا معاكم بهذا الجسد، الحالة اللي أنا فيها الآب أعظم منه، لأني في حالة الاتضاع والآب في حالة كإنسان كالإنسان بيتعامل مع الله. أنا في حالة الاتضاع، في حالة الطاعة، في حالة الخضوع لغاية لما أروح للصليب. فالآن الآب أعظم مني، مش في اللاهوت، مش في القيمة، مش في الإمكانيات، لكن أنا دلوقتي في حالة الاتضاع. أنا كالإنسان أنا دلوقتي شفوه، لما شافوه اليهود قالوا: أليس هذا ابن النجار؟ صح. لكن هنا المسيح بيقول لهم: لكن لما هرجع بقى وهصعد بعد الموت والقيامة، بعد ما أنجز مهمة الصليب والغرض من الاتضاع، أنا هسترد المجد اللي كان ليا عند الآب من الأزل. وبالتالي هنا ده معنى الآية هنا: أبي أعظم مني. الحالة اللي أنا فيها دلوقتي الآب فيها أعظم منه، لكن ده كان لغرض للصليب. عشان كده كمالة الآية اللي قلناها في فيليبي بتقول لي: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه ولم يتخلى، فهو أخلى نفسه آخذا صورة عبد. طب عبد ولا الله؟ الاثنين. لكن احنا دلوقتي التلاميذ وهم بيتعاملوا معاه وشايفينه قدام، شايفينه ايه؟ انسان. انسان عبد، اخذا صورة عبد، صائرا في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وضع نفسه وأطاع حتى الموت، حتى الموت، موت الصليب. لم ينتهي الأمر عند كده وخلاص وفضل في حالة الاتضاع ده، لكن لما قام لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تاكسوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب. وهو ده المعنى اللي كان بيقوله المسيح. إذن وعشان كده والمسيح هنا بيعلن ليهم عن اللي هيحصل، وأنه بعد القيامة هيرجع وهيصعد إلى الآب ويسترد المجد الذي أخلى نفسه منه. قال لهم: قوموا ننطلق منها هناك. لغاية كده الكلام يعني مش هتفهموه دلوقتي. ورئيس هذا العالم جاء الشيطان، وهذا الأمر كان لابد أن يبقى مخفي عن الجميع إلى أن تتم المهمة ويروح للصليب ويموت. أمين.
وده اللي بيفسر بقى فيما بعد لما المسيح يقول عن نفسه لا يقدر الابن ان يفعل من نفسه شيء. بالظبط، لانه المسيح لما جه في حاله الانسان ليمثل الانسان ويتحد بالانسان وينوب على الانسان، كان لابد ان ينجز المهمه اللي الانسان فشل فيها وهي الطاعه لله. فعشان كده فالصور دي حضرتك بتشوفها انها صور للطاعه. بيقول الكتاب مع كونه ابن تعلم، ده ابن لكنه تعلم الطاعه مما تالم به، كان لابد ان ياتي في، ما كانش ينفع المسيح يطيع ما لم يكون انسان. امين. حضرتك ذكرت تعبير مهم جدا بتقول كده ان هو قال انا والاب واحد. مظبوط. طيب خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع تجاوب على خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. في انجيل يوحنا 10:30 انا والاب واحد، ودي بصراحه يعني الوحدة تأتي على نوعين، وحدة ذات تتراكب في بعضها، ووحدة مجازية اللي هي بنسميها وحدة هدف. نعم. خليني أضرب لك مثال لوحدة الهدف. نعم. مثلا في كورنثوس الأولى في الإصحاح 3 يقول بولس أنا غرست وأبولس سقى، الغارس والساقي هما واحد. إيش يعني هما واحد؟ هل يعني أنه بولس هو أبولس وأبولس هو بولس؟ لا، يقول فإننا نحن عاملان مع الله. إذا الوحدة هنا وحدة مجازية. نعم. طيب لما نأخذ مثلا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان واحدا. نعم. يعني هو الإنسان وزوجته يصبحان جسدا واحدا؟ لا. لا، ليس المقصود وحدة ذوات، إن المقصود وحدة هدف. المسيح عليه الصلاة والسلام متحد مع الله تبارك وتعالى اتحاد هدف. يعني مثلا أنا أحب المسيح والله يحب المسيح، فإذا أنا والله نحب المسيح، ليس معناها أنه أنا هو الله والله هو أنا. خلينا نضرب أمثلة على ذلك من الكتاب المقدس توضح لنا هذا المعنى. نعم. المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17 يتكلم عن تلاميذ المسيح، ليكون الجميع اللي هم تلاميذ المسيح ليكون الجميع واحدا. كما، لاحظ كلمة كما، كما تعني مثل ما، يعني مثل ما هم واحد أكون أنا وإنت واحد. إذا الوحدة هنا مجازية حتكون الوحدة هنا مجازية، لأنه النص يقول كما. إذا كانت الوحدة هنا وحدة ذات هنا حتكون وحدة ذات، لأن النص يقول كما. نقرأ النص، ليكون الجميع واحدا كما أنت أيها الآب في وأنا فيك. ليكونوا تلاميذ المسيح، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. تلاميذ المسيح ليكونوا هم أيضا واحدا. إذا كلمة كما توضح لنا أن الوحدة هنا زي الوحدة هنا. نعم. فالآن أسألك، وحدة التلاميذ مع بعضهم هل هي وحدة ذات متراكبة في بعض ولا وحدة مجازية؟ وحدة مجازية. المفهوم اللي فسره الشيخ أنه الوحدة اللي قصدها المسيح لما قال أنا والأب واحد حطها في اتجاهين، واحدة مجازية ووحدة هدف. هل ده فعلا مظبوط تفسير او تحليل مظبوط ولا راي حضرتك ايه؟ ما زلت بعلن تقديري واحترامي الشديد لفضيله الشيخ، وانا مبسوط منه فعلا. واتمنى انه في وقت من الاوقات اقابله شخصيا علشان يعني اظهر له اعجابي وتقديري واحترامي الشديد. واحنا يعني بنطرح فكره ان فضيله الشيخ التليفون مفتوح، لو يقدر يكون متواجد او يحدد وقت في أي وقت يعني تصل بتليفون القناة ونقدر نعمل حلقة مخصوص هيكون موجود فيها القسيس ويكون موجود فيها فضيلة الشيخ. اطرح أسئلتك وخلينا نشوف يعني حوار راقي متحضر، نشوف في يعني وجهة نظرك في الأناجيل ونشوف رد القسيس. أنا برسل رسالة لفضيلة الدكتور منقذ السقار أنه يعني بنرحب بيك في أي وقت من خلال حلقات البرنامج. اتفضل حضرتك. الكلام اللي قاله فضيله الشيخ طبعا في انواع متعدده للوحده وكلامه محق في جزء، لكن الحقيقه النص اللي هم بيختاروه هي دي النقطه اللي عندي عليهم. اتفضل. طب اقروا النص بالكامل عشان تشوف وتحكم، هل الوحده هنا وحده هدف ولا وحده هل الوحدة مجازيه؟ هنا وحده مجازيه فعلا ولا الوحدة اللي مقصود فيها اتحاد ذاتي، وحدة في الذات، أنا هو، أنا ذات نفسه. أنا هقرأ النص ومش عارف هل هيحتاج مني تعليق ولا لا. اتفضل. النص اللي قالوه المسيح فيه هنا بيقول لليهود وهم كانوا يعني مش رافضين أنهم يؤمنوا بيه، فبيقول لهم في عدد 28
بيقول كده: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. وبعدين يقول: أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. فهنا بيجمع أنه المؤمنين دول اللي ممسوكين في إيديه محدش يقدر يخطفها من إيديه. وبعدين يقول: بما أن إذا مكتوب وكلنا لا نشك لحظة أنه محدش يقدر يخطف من إيد أبي، فبما أن الأعمال التي يعملها الآب هي التي أنا أعملها، إذن أنا والآب واحد. طب هفترض أن الوحدة المقصودة هنا وحدة هدف زي ما فضلت الشيخ بيقول، اللي هي أعمال، ده يبقى جميل هنا. مفيش داعي أبدا أنه حد يتضايق من أن نقول إحنا متحدين في الهدف مع الله، أننا عايزين نسعى للخير والخير ده هدف ربنا، وده يبقى شيء جميل. لكن اسمع بقى رد فعل اليهود، فهموا الكلام ده إزاي؟ وبيقول كده: فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. لو أنه هنا وحدة المسيح في الهدف مع الله لا يستحق الإرجام الرجم. لكن بيقول هنا: فأجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها هترجموني على إيه بالضبط؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل الحسن بل لأجل تجديف. إيه معنى تجديف؟ فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. إذن هنا الوحدة اللي قالها المسيح هنا إنه وحد نفسه مع الله، أي جعل نفسه إلها، عشان كده حب يرجموه. هترجمك لأنك بتقول على نفسك، كلامك ده معناه إن أنت الله. نكمل: أجابهم يسوع: أليس مكتوب في ناموسكم أنكم قلت أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض الناموس. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له أنك تجدف لأنك قلت لأني قلت أني ابن الله؟ وهنا المسيح بيقول ابن الله. وبعدين: إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنون بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتأمنوا أن الآب في وأنا في. إذن هنا ليست وحدة هدف، دي وحدة ذات. حضرت الأسيس مش أوضح من كده من النص بدون بشكر تعليق. بشكرك جدا. ده جزء الأول من حلقة أقوال عصرة الفهم، لكن مش عارف الأسيس يوعدنا يكون معنا بيجاوب على أسئلة كتيرة جدا أحبانا المسلمين مش قادرين يعرفوها. ربنا يباركك، بشكرك مرة تانية. بعتذر جدا لكل اللي كانوا على تليفوناتهم ما قدرش ناخد تليفوناتهم. ربنا يبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. رب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخدوع أو بخرب أبدا ولا عقلي سافر سافر علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا